السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد دائما قناة يوميات فاتي دائما جديد. اليوم ان شاء الله واحد لابارتمون للبيع في مالاغا 2. اول حاجة ما تنساوش اللي غيدخل اول مرة عندي لاشين يتابونا ويضغط على الجرس ويدير لايك باش دائما يوصلكم الجديد. ومرحبا بالجميع، دائما كنقولها مرحبا بالجميع ومبروك عواشركم بالصحة والسلامة وان شاء الله طول العمر وبكل ما كتمناو. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه في مالاغا 2 للبيع. انا غادي نوريها لكم كلها ونعطيكم الميتراج ديالها وكل شيء بالتفاصيل. وبطبيعه الحال الرقم ديالي دائما راه لاشارتكم، اللي بغى شي حاجه يسول مرحبا والف مرحبا. كيف ما شفتوا معنا هذه هي الدخله ديال لابارتمون، راها في الطابق الاول البروميير ايتاج، الطابق الاول و اون فاس بيسين. هنا الدخله بطبيعه الحال، هنا كيكون الصالون، هنا الحمام، وهنا راه دو شومبر. غادي نوريكم كل شيء بالتفاصيل. وهاد لابارتمون راها عندها دو فاس، الفاس الاولى اللي كطلع على الدخله ديال لا ريزيدونس، وبطبيعه الحال الفاس الثانيه اللي كطل على البيسين. الميتراج ديال هاد لابارتمون هو 78 متر. لابارتمون الميتراج ديالها كيف ما قلت لكم 78 متر، والثمن 7500 درهم للمتر. 7500 درهم للمتر يعني 140 الف ريال. هنا كيكون الصالون، نبداو من هنا على بركه الله. لا شومبر الاولى هذه كيف ما شفتوا معنا راها مشمشه، وكما قلت لكم راها عندها دو فاز. هنا عندنا لا شومبر الاولى، كيكون هنا البلاكار طبيعة الحال راه ديجا عندي فيديوهات في لاشين، بلاكار نادية بلاصتو ومازال لي طخافو راه خدامين فيهم. وهنا البالكون اللي كطل على الدخلة كيما شفتو معانا، هادي لاتيغاس الأولى وهي عندها دو فاس، والشميشة راها مشمشة. هنا هادي هي لاباخ، هدا هو لاشومبر الأول. كما شفتو معانا هي هادي. نشوفو دابا لاشومبر الثانية، حتى هي عندها البالكون، حتى هي عندها لاتيغاس بطبيعة الحال. هنا بلاصة ديال البلاكار، وهنا لاتيغاس حتى هي مشمشة كما شفتو. هادي لاتيغاس الثانية، البالكون الثاني ولا شومبر الثانية. هنا كيكون بطبيعة الحال الحمام، هنا راه الدوش الحمام، وهنا دائما كيبقى الصالون اللي كتكون معاه الكوزينة اون فاس معاه. هنا مازال غادي يجيو لكم الكوزينة، يعني مازال لي تخافو باقي الخدمة هنايا. هذا هو الصالون، وحتى هو عنده هاد لاتيغاس اللي كبيرة، وهاد لاتيغاس اللي كتكون حدا الكوزينة راها صغيرة، هادي كبر منها. وهنا هذا هو الصالون كيف ما شفتو معانا، لابارتمون راها كبيرة وعندها دو فاس مشمشة، 78 متر، 78 متر، والثمن 7500 درهم للمتر. وهنا هاد لاتيغاس الثانية كيف ما شفتو معانا، وكيف ما قلت لكم راها اون فاس بيسين. هنا قلت لكم راها اون فاس بيسين، يعني راه مازال لي تخافو خدامين فيهم. هنا اون فاس بيسين، هذه هي لابارتمون ديال مالاغا 2 راها للبيع، يعني ديزوستمون. الثمن ديالها 7500 درهم للمتر، والمتراج ديالها دائما 78 متر. فيها دو شومبر والصالون والكوزينه والحمام بطبيعه الحال، ولاتيغاس راه فيها 4 د البالكوات، جوج هكذا وجوج في الواجهه الثانيه. هذه هي لابارتمون. كيف ما قلت لكم انا غنخلي لكم التليفون ديالي وحتى ديال السيد بطبيعه الحال الا بغى.
واتصلوا به وما يكون ان شاء الله غير الخير. فهاد الشومبر كيف ما شفتوا راها في الطابق الاول يعني بخمية ايطاج ومشمشه، وهذيك هي الدخله اللي وريتكم، الدخله ديال لابارتمون. هنا دي الشومبر، حمام، وهنا الصالون، وهنا بطبيعه الحال الكوزينه اللي كتبقى دائما اون فاس الصالون. هادي هي لابارتمون كيف ما شفتوا. هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى يكون هاد لا فيديو ما يكونش مطول عليكم وتشوفوه، واللي بغى يسول على شي حاجه كيف ما كنقول لكم دائما يتراسل معايا عبر الواتساب. ومرحبا بالجميع، كيف ما قلت لكم راها في مالاغا 2، الطابق الاول 78 متر، والثمن راه 7500 درهم للمتر. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا في مالاغا البروجي ويشوفوا البحر والطريق، جميع التساؤلات اللي كيسولها شي حاجه ان شاء الله عم سالت وقت للجميع ان شاء الله، يكونوا فيديوهات قراب بالصحه ان شاء الله وطول العمر وكل شيء كيتحقق الا بغى الله بطبيعه الحال. وهذه هي نهايه لا فيديو كيف ما شفتوا، وفرجه ممتعه.